طبعا تم اكتشاف او العثور على هذا المومياء في منطقة السياري. هل هذا يا جماعة الخير قالوا انه مومياء ترجع للعهد الحميري؟ قيمته احسن من الكنز اللي انت بتدور عليه. صح، فلو كل انسان يحصل حاجة زي هذه ويحتفظ بها ويسلمها للجهات المعنية افضل واخرج. التاريخ يتحدث كثير عن اليمن، لكن نحن للأسف الشديد الجيل الحديث رغم التعلم رغم الجامعات رغم المدارس إلا أننا نجهل تاريخ اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم نتحدث إليكم من مدينة إب الغنية عن التعريف، ومع ضيف عزيز قادم من أعماق تاريخها المنسي، مومياء محنطة ذي تحنيط لا يقارن بغيره مما وجد. هي الأولى في محافظة إب ولن تكون الأخيرة، فضلا وليس أمرا. تابعونا ولا تذهبوا بعيدا لما لهذه الحلقة من أهمية. بداية دعونا نتوجه بالشكر الجزيل للأخ الأستاذ خالد غالب مدير مكتب الآثار والمتاحف بمحافظة إب لما يبذله من جهد جبار في سبيل إحياء الأنشطة والفعاليات الآثارية بالمحافظة والنهوض بها من المعدل صفر. حبه الشديد لوطنه وتاريخه وتراثه جعل منه أيقونة فاعلة لفتح ملف كاد أن يقفل تماما ويصبح من المنسيات. هو ملف آثار ومصنفات محافظة إب الواقعة بين مطرقة الحرب الملعونة وتبعاتها الاقتصادية المدمرة وسندان الاعتداءات المتكررة على الآثار في مختلف مناطق المحافظة. لا يتوقف الأمر عند تبني هذا الرجل لأنشطة وفعاليات فنية وإدارية، بل يقوم بالتغطية المالية لمواجهة كافة التحركات الميدانية والمكتبية على نفقته الخاصة، والجميع يعلم هذا الأمر. حتى موضوع المومياء عنوان حلقتنا، فقد تكفل الأستاذ خالد مشكورا بالتغطية المالية لمجمل التحركات الأمنية والآثارية والإعلامية، فشكرا جزيلا له ولمن يقف إلى جانبه في هذه الجهود المضنية. في صبيحة يوم الجمعة 22 يناير 2021 ميلادية فتحنا عيوننا على صورة المومياء وخبر اكتشافها في قرية مريت عزلة الدامغ مديرية السياني محافظة إب. تريثنا قليلا للتأكد من صحة الخبر، فكان صحيحا 100%. أحد المواطنين في المنطقة المذكورة لم يكشف عن اسمه عثر على هذه المومياء الضخمة أثناء قيامه بالنبش العشوائي في أحد المواقع الأثرية بحثا عن آثار وكنوز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم اكتشاف او العثور على هذا المومياء في منطقة السياري، حيث تم نبش الموقع او تخريبه، وتم نقل هذا المومياء الى ادارة امن السياري ونقلها الى ادارة البحث، وتم نقلها من ادارة البحث الى الان في مكتب الاثار، وسيتم نقلها الى ما وسط فترينة وعمل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجثة قدر الإمكان. طبعا كان ضروري زيارة موقع والتأكد من الموقع الذي مزدت فيه. ما قد وصلتوش للموقع؟ لا، وصلنا الموقع، لكن الموقع ما زال نريد الموقع الأصلي اللي مزدت فيه. يعني ما قد فيش أي مؤشرات؟ ما فيش مؤشرات دلالة أنه كان موجود مكان او منطقه اثريه او مقابر صخريه او تشير ان المومياء كانت مدفونه في مكان مقبره. طيب العمر انت تقدر تقدر عمرها؟ ما اقدر اقدر العمر الا عبر تحليل الجثه فقط او مقارنه تحنيطها في وقت الذي تم اكتشافه وتحنيط المومياء في اليمن او ظهور التحنيط في اليمن. هكذا كانت وضعيتها عند وصول أول عدسة قامت بتصويرها، لكن قبل ذلك لا نعلم عنها شيئا. كما فهمنا من حديث الأستاذ عبد التالبي
أن المومياء قد نقلت من المكان الأصلي الذي وجدت فيه إلى مكان آخر لتضليل الفريق عن الوصول للمكان الحقيقي لمعرفة ما تبقى من تفاصيله الأثرية والتاريخية. لحن هذا يا جماعة الخير قالوا لنا مومياء ترجع للعهد الحميري ها قبل العهد السبعي من 2000 سنة تقريبا. وهذا الخبير الاستراتيجي خلف الآثار الأستاذ عبد التلمي حياك الله. هم قد كانوا ساخلون من بيت كنز. شوف معهم احنا متخلفين الشعب اليمني يسروا والله ايش حصلوا جنبه والله ايش اللي كان جنبه وكفتوها سهل لا الجثة سهلة مش دارين بقيمة قيمة تاريخية. شوف عظمة التاريخ هذه حاجة تعود إلى 2000 سنة معناته تاريخ الحضارة قيمة أحسن من الكنز اللي أنت بتدور عليه. صح. فلو كل إنسان يحصل حاجة زي هذه ويحتفظ بها ويسلمها للجهات المعنية أفضل وأخرج من أن يسلمها الجهات المومياء لرجل كان يبلغ طوله أكثر من مترين تقريبا. حسب المؤشرات الأولية وملاحظات بعض الأخصائيين بأنها خضعت لعملية تحنيط متقنة، ربما ستكشف الأيام القادمة أنها تفوق بجودتها باقي المومياوات المكتشفة في اليمن حتى الآن. المومياء تعرضت للعبث الجائر منذ الوهلة الأولى لاكتشافها وحتى وصولها إلى مكتب الآثار بالمحافظة، حيث نقلت عشوائيا من قبل المواطنين من مكانها الأصلي إلى المكان الذي رأيناها فيه مع ظهور أول صورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نقلت بعد ذلك إلى إدارة أمن مديرية السياني بنفس الطريقة، ثم إلى مدينة إب عاصمة المحافظة، حيث كانت أكبر غلطة ترتكب في حق المومياء هي عملية نزع الجلد الذي كانت ملفوفة بداخله، والذي كان عادة ما يستخدم للحفاظ على الجثة من التحلل على مدار الآلاف من السنين. مومياء حنطة تحنيط الجلد والهذا باقي على ما هو كان ضمن كس جلد حنطة محفوظة يعني طبعا مواد حافظة مواد التحنيط من قبل العابثين بالتاريخ والتراث عبثوا حتى بمحتويات المومياء حتى أثناء ما أخذوها بشكل عشوائي أنه كانوا يعني وراء لاهتين وراء النافذ وراء الكنز بينما تعتبر المومياء هي كنز ثروة كبيرة لا تقدر بثمن. صح. هم كانوا بيهتوا وراء انهم كنز ما حافظت عليها عندما نزعوها لانه جاي غايته هو النبش والتخريب والهدم ما هوش غاية البناء. صح. لذلك هذا كان يعني العبث بعدهم هذا منظر العبث في حفظهم واحنا حاولنا قدر المستطاع انه طلعت منها سليمة الشكر كل الشكر لرجال الامن في امن مديرية السياني ورجال الامن في البحث الجنائي في اولونا كل اهتمام وكان لهم الفضل في احتضان الجثة وتسليمها لمدير عام الآثار يتم التعامل معها يعني اثريا بشكل فني وشكل مهني. هناك العديد من التكهنات حول موضوع المومياء، فمنهم من قال بأنها تعود لأحد ملوك مملكة حمير وأن عمرها حوالي 2500 سنة، لكن الفريق المتخصص من الهيئة العامة للآثار والمتاحف
لم يحدد بعد هويتها أو عمرها. كلمة مهمة جدا يوجهها الأخ الأستاذ خالد غالب للمواطنين وكبار القوم من عقال ومشايخ وقيادات إلى ضرورة العمل على حماية المواقع الأثرية من العبث ما لم فعل تاريخنا السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من شك أن اليمن السعيد يمتلك الكثير من الآثار والكنوز التي ما زالت تحت الأرض، وهي بحاجة إلى دراسات علمية دقيقة حول المواقع التي كانت فيها العديد من الدول التي حكمت اليمن، والتي كانت منها ما امتد نفوذها إلى بلاد السند والهند والصين. التاريخ يتحدث كثير عن اليمن، لكن نحن للأسف الشديد الجيل الحديث رغم التعلم رغم الجامعات رغم المدارس إلا أننا نجهل تاريخ اليمن ولا نحافظ عليه. الآن وخلال هذه الأيام يقطر القلب دما ما يشاهده من هجمة شرسة من أبناء اليمن، وبتوجه خارجي لطمس تاريخ اليمن من خلال النبش والتخريب للعديد من المواقع التاريخية. وأنا أقولها وبكل صراحة، وجهاء اليمن وقادة اليمن إذا لم يحافظوا على هذه المواقع فوالله سيأتي يوم واليمن لن تذكر على مدى التاريخ. النبش ووجود الأجهزة الحديثة للبحث عن الآثار والتي يستخدمها الجهلاء وليس بطرق علمية وإنما بطرق جهل وتخلف وطمع، العديد من هؤلاء الذين يمتلكون الأجهزة لا يمتلكونها من أجل الحفاظ على الآثار وإنما من أجل تدمير الآثار المتواجدة في مختلف بقاع اليمن. الآن ما من جبل أو مكان كانت فيه قرى قديمة أو مدن نجد على أن هناك نبش عشوائي وبطريقة يعني إجرامية لا بعد الحدود. أنا أتمنى من الدولة وأشكر جهود الأمن الذين يبذلون جهود معنا للأمانة، وما حصل الآن في منطقة السياني إلا دليل على أن اليمن هي يمن التاريخ والحضارة، وما يقول غير ذلك فنحن نتحدث. شكرا. الحديث في هذا الشأن ما زال طويلا، لذلك أكتفي بهذا القدر وأعدكم بإكمال ما تبقى منه في القريب العاجل بإذن الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.